يتذكر فيها بان شام بوان لا بحران وما بيتذكر فيها بان شام التاريخ اللي تسجل اسطورك يا هالمستقبل شام الدنيا شام الاول وجهك عربي ما بيتبدل شام صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحلة صباحية جديدة بنبتديها اليوم، محطات مهمة وبتلامس حياتكم اليومية، ودائما بالبداية بنذكر انه لازم نلتزم بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا لأنه المرض ما انتهى، في تحذيرات من موجة تانية، لهيك خذوا كل احتياطاتكم من أجلكم من أجل احبابكم وعائلتكم. ومره بالبدايه كمان بدي صبح عليك، يسعد صباحك. يسعد لي صباحك يا نور، وانا كمان بدي اقول صباح الخير وصباح الصحه والسلامه لكل مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا. ان شاء الله يا رب يومكم سعيد، خلوكم معنا هيك لحتى نكون بصباحنا مع ضيوف بهمكم وبهمونا. ما زالت التحذيرات مستمرة حول وجود موجة تانية من فيروس كورونا المستجد بالشهرين القادمين، فكان لابد من نشر ثقافة الوعي الصحي للوقاية من فيروس كورونا لدى الطلبة وخصوصا الأطفال بالتعاون مع الكادر التدريسي. هذا ما قام به فريق عمل مخابر أسنان سوريا التطوعي والبالغ عددهم تقريب 100 متطوع بمبادرة كمامتك وقايتك من دمشق وليفا. حتى نتعرف أكثر عن هالمبادرة وعن أهدافها أيضا، بصرنا رحب بضيوفنا اليوم السيد مازن محمد مازن قناص رئيس المبادرة. أهلا وسهلا فيكم، وأكيد بدي رحب أيضا بالسيد رياض خوام المنسق الإعلامي للمبادرة. أهلا وسهلا فيكم أستاذ. أهلا وسهلا، شرفتونا. شرف، يسعد صباحكم. قبل ما نبتدي رحلتنا الصباحية خلونا مع بعض نشوف مادة بتحكي أكثر عن المبادرة وبنحكي عنها. أهم استعمالات وفوائد البابونج الطبية: يعتبر البابونج مزيلاً للتوتر عند النساء، مهدئ للعضلات الموجودة في الجهاز الهضمي، المعدة والأمعاء، يعالج آلام الأعصاب، يعالج أمراض الظهر والروماتيزم. يحتوي البابونج على مضادات التهاب طبية، أي يحتوي البابونج أيضاً على مواد طبيعية ذات تأثير قاتل للفطر والبكتيريا، يهدئ وينعم الجلد ويدخل في تركيبة الكريمات، يعالج التهابات الجلد والحروق، يكافح التهيج بالعينين، مزيل للصداع وخصوصا الشقيقة، مزيل لالتهابات اللوزتين، معالج للرشح، مدر للبول ويفتت الحصى والرمل، يزيل البلغم ويعالج السعال. يعني هلا رح نرجع نتابع بعد شوي التقرير اللي ذكرتيه يا نور ونطلع اكثر، ولكن بالبدايه خلينا لبين ما جهزت الماده اكيد نحكي مع الاساتذه ونحكي مين بحب يبلش بالاول. حضرتك تفضل نحكي عن المبادره ونحكي انه كيف نشأت الفكره، وهلا نحن بمخاوف فظيعه من تجدد فيروس كورونا بالشهرين القادمين. نحن المبادرة بلشت خلينا نقول باستطلاع رأي لدى الأطفال، فاكتشفنا أنه عنا قسمين من الأطفال، قسم ما عنده إمكانية يشتري كمامة وقسم ما بيمتلك الوعي للوقاية من فيروس صحيح. كورونا فارتقينا نحن كفريق مخابر أسنان أنه نعمل مبادرة نقدم فيها الكمامة القماشية مجانا للأطفال،
مع التعقيم مع ميزان حرارة لكل مدرسة مشان يكون في نوع من التطبيق الحراري للأطفال. والشغلة الثانية لازم يعني نعمل نوع من الإرشادات لزيادة الوعي لدى الأطفال. فكانت البداية أنه نعمل اللبنة الأولى بجدار حماية الأطفال لأنه هن ابتسامتنا ونحن صانعوا الابتسامة بالأساس. أكيد يمكن هلأ بتخاف أكتر شيء على الأطفال لأنه الأطفال ما فيك تضبط لهم يمكن حركتهم ولا تضبط لهم نهارهم لأنه إجباري مش مثل الكبير بيكون عندهم الوعي الكافي. بس هي نقطة كتير مهمة لما يكون في تركيز على الأطفال وتعملوا استطلاع لتشوفوا قديش فعلا في نسبة وعي من خلال الأطفال لأنه بيعكس أساسا وعي الأهل. فكيف إجتكم هي الفكرة؟ الفكرة ببساطة بلشت يعني لقاء مع احدى يعني بذرة الفكرة بدنا نقول لقاء مع احدى الانسات عم تحكي انه عم توجه طلابها الصغار للكمامة. ففاجأت انه في طلاب يعني ما قدروا يجيبوا حق كمامة. فهون كانت بذرة الفكرة انه نحن طيب شايفين وضع البلد كلياتنا يعني مو معقول ما نقدر نعمل شيء ولو نوزع كمامة. لا منقدر. فهون كانت الفكرة انه هي خلينا نجتمع ونشوف شو بنقدر نساعد وشو بنقدر نقدم. ومن هون انطلقت. ونحن يعني بالنهاية كمخابر أسنان كمان معرضين كثير لهالفيروس يعني والأمراض. فبدنا نحس بغيرنا مثل ما بنحس. ويمكن كل جهة عم تحاول تأمن أو تساعد من خلال مكانها. يعني كل جهة عم تحس حالها جزء أو مسؤول عن هيدا المجتمع فعم تحاول ضمن الإمكانيات الموجودة تكون جزء من هيدا. أكيد. ونحن بالنهاية يعني ما في عيلة ما فيها ولد بمدرسة ما فيها يعني حدا ما يتعرض هو كشخص من ابنه أو أخوه الصغير أو شيء ما في حدا ما أنه معرض ينتقل من المدرسة. نحن ما لنا قدرانين نغطي البلد كلها بس بنقدر نعمل طفل نقدر نساعده بكمامة. تماما. سيد رياض احنا رح نرجع لعند حضراتكم ولكن خلينا ننتقل لأنه صارت هلأ المادة جاهزة معنا ونشوف شوي من المبادرة يلي قاموا فيها الشباب وهو هي تشمل شباب متطوع بالغ عددهم تقريبا 100 شخص تقريبا 100. خلينا نروح نشوفها. كلنا بنعرف انه الكمامه وقايه من المرض وقايه لكم وقايه لاهلكم مشان هيك رح نقدم لكم كل واحد كمامه. سنتحدث اليوم عن مخاطر الكورونا والوقايه منها. اولا غسل يدينا جيدا بالماء والصابون لمده 20 ثانيه. ثانيا عدم لمس الاشياء المرميه فوق الريق مثل الحفاظات والكمامات. ثالثا حفظا على سلامتنا يجب وضع الكمامه اثناء خروجنا من المنزل وعند عودتنا خلع ملابسنا وغسلها فورا. اليوم أتى لعنا فريق مخابر أسنان سورية. لقد وزعوا علينا الكمامات مجانا وفحصونا بجهاز الحرارة وبخوا لنا المعقمات. مرة قالوا لنا هناك فيروس خطير واسمه كورونا. قلنا يا ربي يا لطيف سيعدي كل البشر والعالم في خطر وإن علينا الوقاية ليصبح كل شيء نظيف. كورونا لا لا تقربنا لا كورونا لا لا تقربنا لا فنحن لا نريدك أبدا بيننا فنحن لا نريدك أبدا بيننا. مخابر أسنان سوريا بتقدم لكم هدية جهاز قياس الحرارة. شكرا لكم. شكرا للمبادرة مخابر أسنان سوريا وشكرا كثير لهالمبادرة الحلوة وكمامتك وقايتك هي كثير حلوة لهالأطفال الحلوين وإن شاء الله هالأطفال يلتزموا بوضعها ويعرفوا أهميتها. وشكرا كثير لكم لجميع الفريق. يعني من بعد ما تابعنا هالمبادرة خلينا نحكي عن أعداد الطلاب المستهدفين أو أعداد المدارس اللي حققتوهم لحد الآن.
الحقيقة نحن لحد اللحظة هي صرنا زائرين 7 مدارس وفي 4 تانيات. طبعا الشكر الكبير للسيد وزير التربية ومديرين التربية بدمشق وريفا، لأنه الحقيقة زللونا كل الصعاب لندخل على الأطفال. والموافقات تبدأ تباعا، يعني حاليا نحن عنا 11 مدرسة حنفوت عليهم ولساتنا مكملين، وإن شاء الله يعني بجهود الناس وجهودنا وجهود الإدارة حنقدر نحقق للأطفال الشيء اللي احنا أو هدف المبادرة بشكل رئيسي. يعني هي مش موقفة، مكملة إن شاء الله تكون دمشق وريفا، ففي إمكانية تنتقلوا لباقي المحافظات؟ أكيد أكيد، نحن كل ما عم تتطور المبادرة، احنا بلشنا على أساس نوزع كمامات، تطور صرنا نعمل معهم معقمات، تطور صرنا نعطي لكل مدرسة ميزان حرارة إلكتروني. طبعا بالاتفاق مع الكادر التدريسي للمدرسة، وحاولنا انه نعطي التوجيهات مع الكادر التدريسي لحتى يتم متابعه الامر بعد خروجنا. يعني نحن بنفوت بنعمل المبادره وبنطلع، لكن هو الاهم المتابعه وليس انه لحظه العمل بحد ذاته. تمام سيد رياض، بما انه حضرتك المنسق الاعلامي، خلينا نحكي اكثر قديش مهم اليوم تكرار المعلومات وزرع المعلومات الصحيحه والتحذيرات، ويمكن نشر الوعي بشكل اكثر خاصه بين الاطفال وبين الكبار ايضا. لا انا قاعد بين اعلاميين، انا ما لي حكي ف لا اهلا وسهلا، انتم ادرى يعني بهالقصص. طبعا هذا الحكي اللي حكيتيه اكيد 100% مزبوط. نحن دورنا نحاول نساهم بهذا الموضوع، ننشر قد ما فينا، نكرر قد ما فينا المعلومه، يعني نطلع على الاعلام. نحن شاكرين كثير لكم انه استضفتونا وساهمتوا بهذا، انتم يعني صرتوا مساهمين معنا بهذا بهي المبادره، ونتمنى من كل القنوات الإعلامية تساهم مثلكم. يعني أكيد أكيد ما لازم الواحد يعني يوفر جهد بهيك موضوع. المعلومة لازم توصل بأي طريقة. هلأ الحلو أنه يمكن خلال فترة الأزمة ومع بداية الجائحة في كتير مبادرات صارت موجودة على الأرض عم تحاول تكون جزء من الكادر الطبي ضمن إمكانياتها لتنشر هي الثقافة. وأشرت لنقطة كتير مهمة أنه استطلاع الرأي كان بين فينا نقول فئتين من الأطفال، فئة ومع يمكن إمكانية والفئة الثانية غير كافي الوعي عندها. هون شو عملتوا مع هدول الأطفال؟ يعني حاولتوا تنشروا أكثر بالمدارس، يكون حدا ممثل عنكم لتحكوا عن التفاصيل والتحذيرات والإجراءات، تتواصلوا مع الأهل؟ هلا قبل كل شيء نحن في شغله كثير مهمه، نحن بنفتح التلفزيون بنلاقي في عنا اعلان انه حط كمامتك حط كمامتك. نحن نقلنا هالفكره كمان من الشاشه للتطبيق الواقعي، اللي بنتامل من كل الناس تساعدنا بهالكلام. يعني انا ما مهم لك دائما حط كمامتك، انا لازم اعطيك كمامه لكون ايجابي ومبادر. نحن بالنسبه للاطفال حاولنا بشكل رئيسي انه نعطيهم التعليمات البسيطه السهله اللي ممكن تتناولها ببيتك، يعني غسل، حاول ما تحط ايدك بتمك اذا كنت عم تكتب، ما تحط ايدك على عينك، ما تحط ايدك على انفك. التعليمات اللي هي بسيطه، ابسط ما يمكن انه الطالب الصغير او الطفل الصغير. وطلبنا من كل ولد بكل بساطه انه هالمعلومات اللي عم نعطيك اياها روح عند اهلك وحاسب اهلك عليهم، بحيث انه يصيروا هن واهلك يتعاونوا معنا. لانه يعني عفوا نحن بجائحه وباء كورونا، الوقاية منه أهم من العلاج ذاته. إذا قدرنا نحافظ على نفسنا ونحافظ على أخواتنا ونحافظ على رفقاتنا، يعني أنا الطفل بخاطبه أنت بتحب رفيقك؟ بيقول لي إيه. بتحب أهلك؟ بيقول لي إيه. طيب يعني إذا أنت بتحبهم لازم تحافظ عليهم. وهذا الشيء كثير كان له تأثير كثير كثير كبير بالنسبة للأولاد، وكانوا سعيدين جدا ومتفاعلين للغاية. سيد رياض، كمان في كتير هلا بياخذوا الأدوية بشكل عشوائي، نحن عم نكون عنا ضمن المبادرة حملة توعية انه الأدوية ان كانت فيتامينز وان كانت معادن والى اخره انه اخذها بشكل عشوائي، وخاصة للأطفال انه هو مضر بعض الأحيان. هلا نحن بصراحة هذا جانب طبي بحت، يعني ما بنتدخل فيه لأنه هذا اختصاص أطباء. نحن دورنا نعطي هالكمامة يلي أوكي. هي وسيلة وقاية. الشيء الطبي البحث يلي ضمن البروشورات، ما في توزيع البروشورات. البروشورات هي عبارة عن تحذيرات عامة اللي بنشوفها على التلفزيون، بس انه بنحطها قدام عين الطالب بالمدرسة، يصير في بوستر يعلقه يتعلق بالمدرسة يشوفه دائما، يعني يضل يتذكره. اما ندخل بشيء موضوع علاجي وطبي ودوائي، هذا مو اختصاصنا ولا بنتعدى عليه، لانه في طبيب مختص بده يحكي فيه. نحن هلا حاليا المبادره هي كمامه، هي ميزان حراره، هي تعقيم،
هي معلومة. هي معلومة تمام. حالياً يعني نحن بالنهاية ما فينا نغطي كل شيء، قلنا مبادئ الأساسية للإجراءات الاحترازية. نعم. خلينا نحكي مع حضرتك، يعني غطيتوا تقريباً 11 مدرسة، تفاعلوا الطلاب بالمدارس لما زرتوهم قديش فعلاً كانوا متفاعلين معكم، قديش فعلاً كان في استجابة؟ يعني أنا تمنيتك لو تكوني معنا وتشوفي السعادة اللي ارتسمت على الأطفال، ولما كل ولد فيهم عم يمسك الكمامة ويحطها تحسي يعني طاير عقله من الفرحة إنه هو عم يعمل شيء قد يكون بالنسبة له شغلة كتير كبيرة إنه ما قدر يحصل على كمامة. نحن كونا الكمامة قماشية وقابلة للغسل وقابلة للطعم فهي شغلة كتير إيجابية كانت بالنسبة للأطفال. ونحن يعني سعينا مع الكادر التدريسي حتى مع الأطفال إنه أخي إذا بيجيكم ولد مريض شوي من البداية بنقيس حرارته، نعمل له عزل تلقائي، نتصل بأهله، نتصل بالطبابة المدرسية بحيث أنه تقدر الطبابة المدرسية أو يتحدد أنه هالنوعية شو هي حتى ما نبلش نوسع دائرة العدوى الموجودة. فكتير كانت جميلة التجربة، كتير حلوة ونحن كنا مسرورين فيها إن شاء الله هيك دائما. ولكن شو هي يمكن أهم النقاط لحتى هاي المبادرة تحقق الأهداف 100%؟ الحقيقة نحن بالنسبة نقدر نحقق هدفنا في عنا شغلتين أساسيات. نحن عم نقوم بعمل شعبي، يعني نحن عبارة عن 100 عضو نشتغل. نتمنى أحداث نقابل مخابر طب الأسنان تحتوي المبادرات اللي عم يقدموها الشباب، لأنه نحن مو هي المبادرة الوحيدة، نحن قادمين إلى سلسلة مبادرات فاعلة على الأرض وليس عبارة عن نظريات بنفوت نعطي كمامتين وبيمشي. يعني سننتقل إن شاء الله ل نحط منفسه مثلا بوزاره الصحه مرحله ثانيه من المبادره ذاتها. فبنتمنى نحكي عن خططكم القادمه اذا في فعلا جدول اعمال. نحن عندنا حاليا هلا هي المبادره طبعا مقسومه قسمين، قسم هو نشر الوعي والكمامات والمعقمات وميزان الحراره، القسم الثاني هو اهداء منفسه لوزاره الصحه حتى يكون نحن نموذج يحتذى به من بقيه الفعاليات المجتمعيه ان كانت نقابات. فبالنسبه لنا احداث نقابه لمخابر الاسنان بتخلينا يعني يكون في عندنا تغطيه ومساعده وسهوله بالتواصل مع كل مخبري الاسنان. هيكليه لنقدر ننظم شغلنا اكثر، يعني يكون عندنا تنظيم نقدر ننظم شغلنا اكثر ونحقق طموحاتنا، يعني ان كان عن طريق المجتمع او عن طريق شو هي طموحاتكم؟ يعني هلا نحن بالنسبه لنا بدها سرده لحالها حلقه كامله فاضيين شباب. نحن انستي المخبريين عندهم طموحات على واقع مهنتهم وعلى واقع المجتمع بحد ذاته. فنحن حتى نقدر ندخل على المجتمع، نحن كمخبريين أسنان يمكن أكثر الناس تعرف طبيب الأسنان، ما حدا بيعرف مخبري الأسنان، نحن صانعو الابتسامة في هذا العالم، أي ابتسامة جميلة جسر الوسيط يعني. نعم، نحن أي ابتسامة جميلة بتشوفيها، يعني أي ابتسامة على ممثلة أو على مطربة أو هي، فنحن صانعو الابتسامة. فهذا الشيء لازم يكون ظاهر للعالم، ولازم يكون المخبري الأسنان مندمج ضمن المجتمع تبعه. فلازم يكون له دور فعال، والدور الفعال تعرفي انت لا يمكن تحقيقه الا من خلال هيكليه تنظيميه ترعاه وتساعده. ونحن كمخبري الأسنان باستطلاع الراي كمان اللي عملناه مع الشباب قبل ما نقوم بهالعمل هذا، بشكل عام لكل المخبرين على مستوى كل المحافظات جاهزين لتقديم اي شيء بيساعد البلد وبيساعد الناس وبيساعدنا نحن كمان. نعم، نحن بدنا نتشكركم كثير وبدنا نتمنى لكم التوفيق بالمبادرة أكيد. ولكن قبل ما نختم بدي أقول كلمة أخيرة أستاذ رياض، بتحب توجهها إلى الأهالي حصرا. يعني اليوم عملنا نحن بتوعية الأطفال، ولكن الأهالي كمان في كثير أهالي يعني مهملين نوعا ما، ان كان بالنظافه الشخصيه وان كان بكيفيه وضع الكمامه وان كان بدي اذكر بالاخذ العشوائي للدواء. يعني في كثير قصص اليوم للاهل، نحن كيف بنتوجه لهم ضمن حملاتنا او ممكن نفكر نخصص لهم شيء للاهل؟ هلا نحن عم نحاول نعمل دورنا البسيط اللي هو نعطي هالكمامه للطفل، صفى الدور والباقي على الاهل. يلي انه هذا الطفل اجى على البيت بده مين يعلمه يواظب وراه يلبس الكمامه يغسلها يعقمها، لانه الكمامه مثل ما حكينا الكمامه قماشيه. نحن عم يعني الفكره هي الكمامه هي بتقطع حلقه وصل بنشر العدوى. الاهل اول شيء لازم يكونوا عارفانين بهذا الموضوع انه الابن ان شاء الله اجى محامي العدوى، فهن نوعا ما بخير. كمان هن عليهم دور لانه هن عايشين بالحياه وعم ينزلوا ويطلعوا على اشغالهم، فكمان لازم يحموا ابنهم. مو اذا نحمى من المدرسه فهو محمي من البيت او من الشارع.
فكمان هن عليهم الدور الأكبر كمان. الجهد لازم يكون من الجميع، ما في يعني ما فينا نقول نحن عملنا اللي علينا وخلاص، لا لازم يدور على الجميع، دور على المدرسة، دور على الأهل، دور على الإعلام، كلكم مشكورين لجهودكم. والأهل أكيد هن يعني الحلقة الأقوى بتربية الطفل وبزيادة وعيه. تمام. فأكيد بنشد على أيديهم ونطلب منهم يعني ما يهملوا الموضوع. صحيح. ما يهملوا، هذا موضوع ما هو سهل. كثير من معارفنا صابهم كورونا، كثير يعني شفنا الألم وفقدنا عالم للأسف. فقدنا عالم. صح. ما يعني لا سمح الله نفقد بس من طفل. القصة مو مزحة. ما أنا مزحة، ما أنا نحن جايين. وهي نقطة كثير بنشدد عليها ضمن نعم. صباحنا. بالإخبارية السورية وضمن أساساً برامج الإخبارية ودائماً نعم. عبر الشروط ما بتقصروا بهذا الموضوع. هي القصص مش مزحة، لأنه في كتير من الناس نعم. لهلا بعدها في استهتار، وبعدها في أحبة نحن فقدناهم، في ناس بعدها مرضانة لهلا بالمشافي نعم. بسبب هي كمان نوع من الإهمال، بكل العالم فكرته قريب عادي أو شيء، لا في موجة تانية يمكن نعم. جاي، في إجراءات كتير يعني الشغل بده يكمل والحياة تكمل، بس لازم نكون ملتزمين أكثر. ضمن خططكم القادمة في شيء هيك قريب؟ الحقيقة أنا بدي نوه لشغلة بسيطة، نحن عنا مبدأ بين الناس تسأل واحد تقول ليش مو حاطط؟ ليكو فلان ماله حاطط كمان مين؟ صحيح. ليش فلان مو حاطط؟ القاعدة الأساسية بنحب الشيء اللي ابدأ بنفسك موضة. ثم بأخيك، يعني أنا لما ببلش وبحمي نفسي وبيرتقى رفيقي بيحمي نفسه دون النظر للمجتمع بحد ذاته، بعد فترة حتلاقي المجتمع كل وفي آخر بيستهتر فيك يعني ليش حاطط كل الإجراءات؟ ما برد عليه، أنا هذا الشخص ما برد عليه لأنه هو غلط وأنا صح. ليش حاطط كمامة؟ ليش كل هالقد أخذ احتياطاتك وعم تعقم؟ أنا بخاف على حالي وعلى عائلتي، أنت اللي لازم تخاف. تماما، فنحن لازم نبلش واحد متى ما اجتمعت الأفراد مع بعض البعض بصير المخالف هو الشاذ وليس الصحيح هو الشاذ، فنحن لازم نسعى، لازم نسعى وبشكل كثير كبير يعني لنشر هالتوعية خصوصا بالأطفال. وأنا حقيقة بحب شدد على وزارة التربية أو مديرة التربية إنه نحن زرنا المدارس المعينة إلى آخره، يصير نوع من الرقابة لو بالاشتراك معنا، ما عليه شيء إنه أخي روحوا شوفوا المدارس التزموا الطلاب ولا ما التزموا، هل الإدارة عم تساعد ولا ما عم تساعد. نحن شفنا الإدارات كتير كانت مساعدة يعني للأمانة، مشان ما ننكر وزارة التربية قامت بإجراءات كتير كبيرة مع بداية العام، وعم يكون في استمرار بالمتابعة، بس هي مساحات أو عدد المدارس كتير كبير، فيجب المتابعة بشكل أكبر، لأنه مثل ما قلنا في عالم مستهترة ما أخذ الموضوع صحيح عن جد. نحن بالختام بدنا نتشكركم، شكرا كثير لوجودكم معنا وموفقين بمبادراتكم. شكرا لكم. شكرا لكم. إن شاء الله هيك بنستقبلكم بحلقة قادمة بيكون عندكم نقابة مختصة بخابر الأسنان، بنحكي عن جميع طموحاتكم وأعمالكم. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. مهلا نور، فخلينا نروح إلى حلب، وأيضا رح نضل بالمبادرات. شهيق زفير، مبادرة من قبل أحد أبناء محافظة حلب تسعى لتأمين من الابتسامة على وجوه الأطفال يلي عم يعاني من الظروف الصعبة. خلينا نتابع هالتفاصيل بالتقرير التالي. تأسست مبادرة شهيق زفير لتأمين اسطوانات الأكسجين لمرضى كورونا في البداية، ومن ثم سعت لتأمين الابتسامة لوجه الطفل الذي عانى من ظلم الإرهاب خلال السنوات السابقة، فاستقبلت المبادرة عددا من الأطفال وعائلاتهم عبر أجواء تلبي حاجة الطفل. هي عبارة عن أني فرحة طفل، فرح طفل بلعبة بهدية بأكلة بأي أساس، لأن هي حلو كتير أن احنا نزرع البسمة بوجوه الأطفال، لأن هذا الشيء كتير مهم، خاصة موضوع الدعم النفسي للأطفال، هن تعرضوا لحرب ما لهم ذنب فيها، بخاصة مناطق المنكوبة مناطق سكري وكلاسي واللي تم تحييرها من قبل الجيش العربي السوري، والحمد لله عم نعملها بشكل دوري نحن كل راس شهر. عم نكون منطلقين من الأساس. وعندنا كمان مبادرة تانية وهي اسمها دفتر وقلم. دفتر وقلم عبارة عن هي أني تعطي دفاتر وقرطاسية للأطفال ومعقمات وكمامات بحيث يعرفوا أني حجم المرض اللي عم بصير. حبينا نعمل شيء للطفل اللي عانى من عصف الإرهاب في المناطق المحررة واللي صمد في وجه الإرهاب، طبعا هو انحرم كتير، حبينا نزرع الابتسامة على شفاه بالمبادرة مع شهيق وزفير اللي هن الحقيقة مشكورين، فنحن إيش ممكن ندعمهم نفسيا وتربويا ومعنويا ما رح نقصر، فهالشي هذا منحطه هيك أمانة برقبتنا تجاه الأطفال. والحمد لله إذا أنتوا شفتوا شلون البسمة على وجوههم من خلال الألعاب والهدايا اللي تقدمت لهم. نشكر كتير منظمة شهيق وزفير على هالمبادرة الحلوة اللي ما بتتخيلوا هالعشر سنين شو نعدوا على أطفالنا، ويا حرام يعني هالأطفال بالحرب ما شافت شيء أبداً،
فاجوا هلا هيك لهون شوي غيروا جو وكذا، نحن جايين من سيف الدوله يعني لهون. مبادره حلوه كثير كويسه مشان الاطفال ويعني ايش ما حكيت قليل يعني. لعبنا بالزحليطه وعم نلعب بلعبه اداري، تعرفنا على فاتي جدا وكثير مبسوطين. وجاءت المبادره في الاوقات الماديه الصعبه، فعملت على توزيع القرطاسيه والحقيبه المدرسيه ايضا التي خففت من وطأة ازدياد الاحتياجات المنزلية بالتزامن مع الأسعار المرتفعة في الأسواق المحلية. مشاهدينا، يمكن بالآونة الأخيرة كتير عم نسمع عن مشاكل بدانة الأطفال والمراهقين، عدم يمكن ضبط هي البدانة. قديش الأهل اليوم قادرين يحافظوا على صحة أولادهم؟ قامت فينا فعلا ندق ناقوس الخطر ونقول هيدا الولد زاد الوزن عن حده؟ بنحكي أكثر عن هيدا الموضوع مع وردة جبور، أخصائية تغذية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وردة، أهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية خلينا نحكي شو يعني البدانة عند الأطفال؟ قامت منقول هيدا ولد هيك كربوج له خدود وهيك، وقامت منقول هو بدين؟ تمام. هلا اول شيء خلينا نعرف شو هي البدانه. هلا بالاونه الاخيره صار البدانه خاصه عند الاطفال هي مرض بكل الدول عامه، ما عاد هو بس انه هي زياده وزن، لانه صار كثير اوفر ويت او زياده عن الحد اكثر من اللازم. هلا البدانه هي اضطراب بزياده الكتله الشحميه بالجسم عن الوضع الطبيعي. كيف بنقول عن الطفل انه هذا عنده زياده وزن؟ حسب مخططات النمو الموجوده عند دكتور الاطفال، لازم يكون لكل عمر له وزن او طول معين، لازم يكون بين ال 85 لل 95%. هذا بنعتبره انه هو ضمن مخططات النمو العاديه او الطبيعيه. طالما زاد وزنه 20% عن الحد الطبيعي او عن الوزن المثالي، فنحن بنعتبره انه هو عنده زياده وزن. طب خلينا نحكي عن الاسباب الاساسيه لزياده الوزن. قلت يمكن يكون في خلل هرموني او في مشكله، بس في كثير من الاهالي بتقول لك طول الوقت عم تحط ابنه ياكل، يعني هي وصغير، عرفتي؟ يعني هي العاده، في يمكن احيانا في عادات خاطئه عند الاهل هي بتسبب بهي البدانه، انه لازم على طول ياكل، لازم دائما شيء بايده، وهو رضيع مثلا بتلاقي الام بتخاف عليه طول الوقت عم تطعمي. خلينا نحكي عن هي الاسباب، ممكن يكون في اسباب الى مشاكل صحيه، وممكن في عادات خاطئه بالنسبه للاهل. تمام. هلا خلينا نحكي من فتره الحمل. من فتره الحمل نحن بتبلش عنا المشكله، لانه اذا الام زاد وزنها عن كثير عن الحد الطبيعي، فبيجي الطفل هو عنده زياده وزن او كتله شحميه عاليه. بنبلش بعدين بمرحله الارضاع. بمرحله الارضاع كل ما كان الارضاع طبيعي بعيدا عن الحليب الصناعي، فالطفل بضل بالوزن الصحي او الوزن اللي هو كان لازم يكون عليه. هلا بنجي للعادات اللي نحن متبعينها. هلا اكيد الاسباب الجينيه او الهرمونيه هي الى اثر، بس نحن خلينا نحكي هلا عن عادات الاهل اكثر من الاسباب الجينيه والهرمونيه. اكيد هو في سبب جيني بخلينا نحن الطفل يجي عنده زياده وزن، بس هو ممكن تكون بنسبه 20% مقارنه مع سلوك العائله، لانه هي اثنيناتهم عندهم زياده وزن، معناتها هو في نظام كامل سيء عند العائلة. وغير انه هن مثلا ممكن ما يحددوا المصروف قد ايه كميته، قد ايه يعني المبلغ اللي نحن عم نعطيهم اياه، ما نشبع الطفل، او ما مثلا يروح على المدرسه هو ما ناكل، فهو اكيد رح يجوع بالمدرسه ورح يختار خيارات ما صحيه. فكل هذا بيعتمد على يعني في كثير اسباب وهي اهم. تمام. وردة، يمكن كثير في من الامهات بيعانوا من وجبات الطعام عند الاطفال، يعني نور كمان يعني خبيرة أنت صرتي بعالم الطفولة والطعام، نلاقي أنه عم بيحكوا أنه أنا بحط كل شيء بحطه بالخلاط لابني لحتى يأكله، بخلط له كذا وبخلط له كذا لحتى يتقبل يأكله، هالشي صح ولا لا؟ هلا هي ما في مشكله انه نحن نخلطه، طالما يعني في كثير اطفال. طب لبعدين بدك تضلي عم تخلطي له لاي عمر يعني؟ لا تمام. هلا في اكيد بده يجي عمر واعي يقدر ياكل كل شيء، بس نحن طالما هن الاطفال مثلا في اطفال ما بيحبوا الفواكه، فنحن مضطر انه نخدعهم او نعمل لهم حيل لحتى نحن مثلا نعمل لهم بالخلاط. صحي بعيدا عن كل الاكل طبعا الخاطئ. لان نحن عم نحكي مثلا على لنفترض كوكتيل حليب وموز مثلا، هو ما بياكل فواكه، فنحن بنضطر انه نخدعه
نعمل لكم وجبات الغداء مثلا. تمام اوكي. هلا اهم شيء نحن بهي الفكره انه نحن لازم ننظم وجباته، يعني نحن ما بصير مثلا انه بكل وقت نعطيه وجبه، نحن طالما هو تنظمت وجباته او الساعه البيولوجيه عنده سواء بالرضعات او سواء بالاكل كغذاء، فنحن بصير الطفل بهذا الوقت بجوع. يعني نحن مثلا دائما معودينه انه نحن الساعه 3 مثلا عنده وجبه الغداء، فنحن دائما لازم يجوع بنفس هذا الوقت مشان نقدر نطعميه. هلا ما فيك تقولي انه يعني نحن بدنا بهي الفتره العمر الصغير ما فينا نجبر الطفل على شيء معين، نحن بدنا نحاول مثل ما قلت انه نتحايل عليه بحيث انه ياكل كل المصادر الغذائيه. بس خلينا نحكي عن العادات الخاطئه خصوصا للاطفال او الرضع، يعني كيف هي الام تعطيه فعلا ضمن الحد الطبيعي، لانه نحن عم نشوف فعلا بالاونه الاخيره كل الاطفال بتلاقي في عندهم بدانه زايده، يعني غير الحليب الطبيعي يمكن تعطيه حليب صناعي بتقول لك بعطيه ببروتين مشان ينفش، يعني مشان ياخذ صحه، بتلاقي حتى الوجبات كل ساعه او ساعتين مثلا عم تعطيه وجبه عم تمرق له، فالولد بيتعود انه هو لازم كل ساعه ياكل. ففي هي بعض العادات الخاطئه كمان حتى لو كان صغير، بتلاقي في اولاد مثلا عمرهم 8 شهور وزنهم طبيعي 6، بتلاقي لا ولد في وزنه 10، في اختلاف كبير صح. بالاوزان. تمام. هلا نحن ما مثل ما قلت انه نحن اول شيء لازم ننظم لوجباته، ولازم ننتبه في فكره انه لازم ننوه عليه انه نحن لازم ننتبه على بدانه الاطفال، لانه بالاونه الاخيره كمان يعني بيصير ضبطه افضل. تماما أحسن. اول شيء بيصير ضبطه افضل خلال فتره مثلا نبلش وقت نبلش ندخل له الاكل، يعني فوق الست شهور هون ببلش ضبطه اكثر. بس نحن كمان لازم ننتبه انه هلا بالاونه الاخيره من 3 لـ6 سنين عم تظهر كثير علامات بلوغ، يعني طالما زايده مع البدانه، يعني البدانه هي عامل من عوامل مؤثر. البلوغ المبكر مثل وخاصه بالفحص السريري بتبين مثل مثلا زياده الكتله الشحميه بالثدي، بروز البطن، ظهور علامات البلوغ عند الذكور، فهي كل هاي العلامات عم تاثر حتى على النمو عنا او حتى على الطول. فنحن مثلا اذا حتى ما قدرنا نعدل النظام الغذائي على الاقل نقدر نضبط وزنه قدر المستطاع بالمغذيات الصحيه، حتى لو ما كانت هي خيارات عديده بس مع الوقت هي رح تكتر طالما هو رح يصير اوعى. تمام. خلينا نحكي عن المغذيات الصحيحه، ويعني كل الوجبات لازم يحصل على الفيتامينز وعلى العنصر الهام لجسم الطفل، شو هي اهم المأكولات؟ ولكن خلينا يعني ناخذ بعين الاعتبار هلا ما كل العالم فيها تجيب فواكه، ما كل العالم فيها تجيب شو ما من الا على التلفزيون، يمكن في وضع اقتصادي صعب صار هلا. تمام صح. هلا اهم شيء هو التنوع، انه نحن نحاول ننوع له من كل شيء، حتى لو مثلا هو مثلا لنفترض البروتين هو من اهم الشغلات اللي لازم ياخذها الطفل، بس نحن مثلا ما قدرانين ناخذ له بروتين بروتين حيواني، على الاقل ناخذ له بروتين نباتي، يعني نحاول مثلا اذا ما فوتنا له دجاج ولحمه نقدر نفوت له عدس، بقول، دائما مع رز او برغل. تمام. بقوليات اذا ما قدرنا اكيد هلا الا ما يكون في نوع مثلا معين من الفواكه، اذا ما قدرنا مثلا نوع معين بس في نوع من انواع الفواكه قدرانين نحن ناخده نوعا ما. هلا في كثير دكاتره بيقولوا انه مثلا خاصه هلا منتشره كثير انه مثلا في كوليسترول عند الاطفال، في زياده وزن مثلا طفل عمره 3 سنين هو وزنه 45، وهذا شيء ما نو منطقي ابدا، فبيصيروا ينصحوا انه هو يقطع النشويات. ابدا ما ممنوع انه نحن نقطع النشويات اصلا، سواء قطعناها او ما قطعناها فهو الطفل ما بيصير ينزل او ما رح ينزل اكثر من نص كيلو بالاسبوع، يعني ما فينا نطلب نحن منه مثل الشخص البالغ. فنحن ما بيصير نقطع عنه النشويات لانه هي اول شيء مصدر الطاقه الاول، ثاني شيء مشان نقدر البروتين هي إلى أهمية بتجديد الأنسجة والخلايا وإلى علاقة بالمناعة، فنحن وقت ما منضيف أبدا نشويات فهي بتخل نوعا ما بعمل البروتينات، فنحن لازم نحقق له جميع المصادر الغذائية بتنوعها من خضار، فواكه، بروتين، نشويات، وحتى الدهون الصحية مثل زيت الزيتون إذا ما قدرنا نوفر جوز أو لوز. خلينا نحكي يمكن بالجانب الآخر كمان من الأهالي اللي بيشتغلوا يمكن عمل طويل أو يمكن بيستسهلوا الأمور أكثر، الوجبات السريعة، يعني في أغلب الأولاد الوجبات السريعة، البطاطا مثلا، الدجاج، كله أكل جاهز، كمان هذا بيلعب دور لأنه
بس حسب الدراسات الاخيره بتلاقي مثلا بمنطقه الخليج هن اكثر الاطفال اصابه بالبدانه لانه بسبب طبيعه حياتهم يعني الحياه المختلفه. قديش كمان هي الاكلات بتاثر يعني من خلال النظام الصحي للاطفال؟ تمام. هلا الوجبات السريعه هي من اكبر الاغلاط. ليش؟ لانه اول شيء مو بس لانه هي مقليه بس لانه اغلبها كمان عم تفقد خواصها وقتها نحن عم نحضرها بطريقه ما انا صحيه. هلا انا ما عم اقول انه نحن الاطفال ما بيشتهوا، ممكن اذا راح عيد ميلاد نحن ما ياكلوا بس باعتدال. اكيد هلا هو فينا نعتمد مثلا انه نحن مره بالاسبوع فينا ناكل وجبات جاهزه، بس هذا مو يعني انه هي صحيه او فينا نعتمد عليها كوجبه اساسيه خلال اليوم. تمام. خلينا لكن نحكي على الشوكولا وعلى التشيبسات وعشق الاولاد لها، ونحن كيف فينا يعني نبعدهم عنا وقديش الكمية والأوقات المسموح أنهم يتناولوا التشيبسات، خاصة إذا أولاد صغار عندهم إخوات أكبر منهم كل الوقت عم يأكلوا شغلات طيبة. تمام. هلأ هي الأم دايما قدوة أو الأهل دايما قدوة للأبناء، يعني نحن مثلا مثل ما قلت ما فينا نحرمهم نحن نهائيا من هاي الوجبات، بس كمان نعطيهم ياهم باعتدال. يعني مثلا إذا هن ما متواجدين بالبيت فأنا ممكن إذا طلعوا مرة يشتروا مرة إذا كنا محددين المصروف. سمشوف أعمار بكير يعني هي النقطة مهمة لازم نذكر بأي عمر. يعني أنا عندي طفلة عمرها سنة ونص بيقول لك لا أعطيه، أنا ما بدي أعطيه. لا أكيد هي بتشتهل، هي أساساً ما بتعرف شو هي الأكلات الطيبة ولا شيء يعني. فهون بتلاقي بسنة ونص سنتين بتلاقي عم يأكل شيبس، عم يأكل شوكولا، بوزة عم يأكل، عم يعني في أعمار جداً مبكرة وأساساً صحية. ما هو هذا الخلل تماماً من الأهل، ما فينا نعتبره أنه هو الطفل، يعني نحن اللي منربي عليه الأطفال. يعني نحن مثلاً من الأساس إذا ما عودنا الطفل يستسيغ طعم السكر أو الملح فهو من الأساس بس يكبر، يعني إذا أكل قطعة صغيرة من الحلو فهو رح يحس حاله أنه كتير صار عنده حلو، يعني كتير صار مستساغ الحلو عنده. أما نحن إذا معودينه من الطفولة أنه هو دائما يأكل سكر وبشراهة فهو أكيد ما رح يصير في عنده إدمان. فنحن الفكرة أنه مثل ما قلت هي تربية الأهل أو كيف منعودهم على اللايف ستايل الصحي هو رح يكون النتيجة. يعني صحيح. مثلا من مو قبل ما يكون صار مثلا روضة أو قبل 5 سنين حرام. تمام. قبل 5 سنين لا يفضل أبدا. وهدول الشغلات برجع بقول أنه نحن دائما نختار البدائل الصحية. يعني السناكات هي كمان بتأثر على زيادة الوزن، يعني مثلا بدل ما نختار العصير فينا نختار الكوكتيل، الحليب مثلا والموز. طبعا هذا يفضل نحن دائما كل شيء نعمله بالبيت لانه دائما الخيارات اللي من برا هي اكثر سعرات من الخيارات اللي بنعملها بالبيت. مثلا بدل الشيبس فينا نعمل بوشار. بوشار هو كل 3 اكواب تقريبا 105 سعره حراريه وهن اصلا سناك صحي يعني وفيه الياف. لنفترض مثلا الشوكولا فينا نحن نعمل كوكيز بالبيت هو من الشوفان. فينا نعمل اشكال لحتى والوان لحتى يرغبوا الاطفال. ورده بس نحكي بنقطه نرجع على في كثير هلا انواع حليب انفقدت بالسوق او ممكن صارت كثير غالي على رب الاسره ما عاد يقدر يجيب هذا النوع من الحليب. حليب الباقي فيه ياخذوه الاطفال، وخلينا نحكي باي عمر لانه هذا الموضوع كثير عم نشوف مشاكل فيما بعد نتيجة الاستخدام الخاطئ للحليب إن كان كامل الدسم وإن كان حليب غير مخصص للأطفال. تمام. هلأ قبل السنتين لا يفضل إن هو يأخذ حليب ما نوع حليب يعني من لا فينا نضيف له بس يفضل حليب مجفف تماما يعني. غير الحليب المخصص للأطفال طبعا هذا بعد غلي غلي الحليب كتير منيح. في ياخذوا الحليب الفريش يعني مو المجمد او احنا عم نحكي تمام عم اقول لك قبل السنه ونص لسنتين لا يفضل انه هو ياخذ الحليب غير المخصص للاطفال. بعد السنتين نحن ممكن لانه اقول لك شو ممكن يصير يكون عندنا حساسيه لللاكتوز الحليب، ممكن اصلا حساسيه للحليب وفي اوقات بتجي اطفال حتى الام بتنحمى عن الحليب مش لانه هن بيطلع عندهم حساسيات. فنحن بدنا يعني هو فينا نعتبر على التجربة
التجربه لنشوف اذا عندهم حساسيه او عندهم مشاكل، بس لا يفضل ان احنا قبل السنه ونص نحن نجرب له حليب غير المخصص للاطفال. بعد السنه ونص اوكي ممكن نحن نجرب انه هو هل عنده حساسيه منه، هي طبعا بنجربها بس فقط 3 ايام انه نحن نعطيه حليب. اذا ما صار عنده حساسيه او طفح جلدي او اي مشكله حتى اسهال او تغير لون البراز، فهو ما في عنده مشكله وفيه ياخده، هو امن بالنسبه له. طيب خلينا نحكي عن الغذاء الصحي للاطفال بعيدا يعني عن الاكلات الطيبه مثلا وهدول القصص، مشان ما يدخل بخط الخطر يعني بخط البداني. غذاء صحي 3 وجبات اساسيه، هل تكفي ولا لازم يكون في سناكات بين الوجبات؟ تمام. هلا بدي اقول فكره انه نحن دائما لازم نعلم الطفل الشبع والجوع، يعني نحن ما بيصير مثلا انه هو يكون طفل ما نو جوعان ونحن نجبره على انه هو ياكل الاكل. فنحن دائما مثل بدنا نعلم الطفل انه هو كانه بامتحان، انه مثلا انت قد ايه جوعان، 5 من 10 ولا 7 من 10 ولا 10 من 10 كثير جوعان، نحاول ما نوصله ل. طب اذا هو بضل ما نو جوعان؟ لا هلا بهي الحاله بنرجع لفكره انه احنا لازم ننظم وجباته بحيث يصير له عنده ساعه بيولوجيه انه هي بهذا الوقت هو لازم يجوع، بهذا الوقت انه هو بحس بيصير مع الوقت، اذا اول مره ما جاع وثاني مره ما جاع مع الوقت بصير في عنده ساعه بيولوجيه تتنظم اوقاته وبنفس الوقت يجوع. وبنفس الوقت يعني نحن نعلمه انه مثلا مو اي شيء يشوفه قدامه هو بده ياكله، انه نحن فينا نقول له انه في حصص غذائيه مثلا بقول انا حصه خضره، حصتين حصه فواكه، حصه بروتين، هي كنظام؟ تمام. هلا هو يفضل حصتين بروتين، 5 حصص نشويات من الرز البرغل يعني كله، حبتين لثلاث حبات فواكه بالكثير، يفضل حبتين خضار. يعني هو ما رح ياكل، يعني فينا ياكل خياره بندوره، بس هو مثلا ممكن بهذا العمر الصغير ما رح ياكل سلطات، فنحن فينا ندخلها ضمن الوجبه الاساسيه اللي هي وجبه الغداء. وكمان لازم ما ننسى انه هي الدهون الصحيه مثل ما قلت، زيت الزيتون، الجوز، اللوز، الدهون الصحيه عموما هي لها علاقه بالاي كيو او الذكاء تبع الاطفال، فنحن لازم نعتمده وما ننسى ضروري. فهو لازم ياخذ حصتين لثلاث حصص باليوم. تمام. خلينا ننتقل ونحكي عن الدجاج وعن اللحمة، بأي عمر لازم ياخدوهم وشو هي الطريقة الصحيحة، إن كان بيسلقون إن كان بيقليون، أكيد ما بنفضل القلي، شو الطريقة الصحيحة؟ وبعدين بدنا نحكي عن التجميد بالفريزر كمان، إذا عملنا اللحمة وجمدناها قد هي مضرة بتكون للطفل؟ تمام. هلا كيف يعمله؟ يبلش اول شيء كيف ببلش هو بعد 6 شهور مثل ما قلنا نحن بنبلش لعند الاطفال نجرب نعطيهم، بس اي شغله بدنا نفوتها على غذائنا سواء اللحوم او غيرها نحن بدنا ندخلها هي الوحيده بتكون لثلاث ايام. اذا ما صار عنده اي اعراض جانبيه فنحن فينا ناخذها. كيف طريقه اخذها؟ فهي اكيد يفضل انه سلق او طحن حتى تكون اسهل كمان لهضمه، بس نحن يعني منبلشها تدريجيا ومو بكميات اكيد كبيره، لانه الطفل اصلا بتكون معدته صغيره، يعني يا دوب تساع 550 ميلي، يعني هي بتبلش كثير صغيره عند مرحله الارضاع وبتصير بمرحله 6 شهور هي يعني 550 ميلي مو اكثر. فنحن بدنا نبع هلا اذا كان الشواء بطريقه صحيه، يعني نحن ما بنعرضها للنار بشكل قوي او نحن ما بنعرضها للكربون يعني بتصير عليها علامات سود، فنحن امورنا منيحه، بس يفضل السلق افضل من الشوي. تمام. طيب في كثير من الاهالي يمكن بيقولوا لك انه مثلا ابني ما بيحب اللحمه او ابني ما بيحب البيض او ابني ما بيحب الفواكه، خلينا نحكي عن التعويض يعني بهي الحصص، شو فيني انا مثلا اعمل بديل لابني لحتى، لانه ممكن مثلا لانه بياكل اكلات طيبه كثير فهيك بينصح، لانه بياكل اللحمه كثير ما بيحب الفواكه، فكمان هو اساسا سوء نظام غذائي للطفل اساس البدن. تمام. هلا في كثير اطفال خاصه هلا عم نواجهها انه هي كمان ما بننسى انه نحن اذا اعتمدنا دائما على النشويات على النشويات، خاصه هلا يعني بسبب الوضع هذا، فدائما اذا اعتمدنا على النشويات فعم يصير عند الاطفال بدانه، هذا الشيء يعني ممكن مو بطبيعي يعني بهذا الازمه هيك عملت فينا.
بس نحن دائما نحاول نضبط الكمية، يعني مثلا انه نحاول نصب صحن للطفل نسأله انه نستنى نص ساعة ونرجع نجرب ناكل، يعني نعتمد على كمان حيلة للطفل. يعني نحن هو الطفل بدنا نحط حالنا مكانه وعلى هذا الأساس نشتغل، يعني بدنا نحاول نجي لعنده مثلا يعني كيف بدي اشرح لكم انه نبسط الافكار اكثر او نتحايل عليه لحتى يمشي الحال، يعني نساله انه انت نحن بنستنى نص ساعه اذا ما شبعت بنرجع بنصب صحن ثاني، وبهي الحاله نحن بنكون ما طعمينا كميه كبيره وحاولنا انه قدر المستطاع نضبط وجبته. تمام، نحن كثير بدنا نتشكرك وشكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ونتمنى الصحه والله يبعد البدان يعني كل الاطفال ان شاء الله. يا رب نتشكرك اخصائيه تغذية ورد جبور على وجودك معنا، وبدنا نقول للأهالي يعني بدهم يتعذبوا شوي كرمال أولادهم. شكرا كثير. أما هلا يا نور لوين بدنا نروح؟ أما هلا بدنا ننتقل لمادة السويدة، أغاني طربية تراثية قدمت وسط جمهور واسع من المهتمين على مسرح القصر الثقافي في مدينة السويدة. التفاصيل مع مراسلنا بالسويدة شان حمدان. وسط حضور واسع من المهتمين أقيمت على مسرح القصر الثقافي في مدينة السويداء أمسية غنائية طربية قدمت خلالها عدد من الأغاني التراثية والطربية. هذه الأمسيات هي الدور الأساسي والكبير بتطور المواهب بشكل عام أكاديميا وتقنيا، وبتكسر حاجز الخوف للناس وتتطور وجود المطرب أو الموسيقي بشكل عام على المسرح. بالتعاون مع دار الأسر للثقافة والفنون استضفنا ثلة من موسيقيين ومغنيين جميلين، أعتقد أن جمهور السويداء الذواق دائما الذي يتابعنا دائما سيكون مسرورا بهذه الأمسية. نحن بدورنا لا نألو جهدا باستقبال أي فرقة أو أي أحد بحاجة لديه موهبة ويمكن أن يظهر هذه الموهبة على خشبة مسرح المركز الثقافي في السويداء. تهدف هذه النشاطات والأمسيات لتطوير المواهب أكاديميا وتقنيا وإيصال الرسالة الحقيقية للفن والطرب الأصيل والحفاظ على أصالة الفن. هلق بداية نحن بعد كل هاي الأزمة المرضية اللي مرقنا فيها كتير مهم أنه نرجع نحيي هاي الفعاليات اللي بتوصل رسائل دائما للناس، رسالة وجود موسيقي، رسالة وجود ثقافة دائما نحن عم نحاول نجسدها من خلال البرامج اللي عم نقدمها. نحن بنقدم رسائل فيه دائما حاملة للموسيقى العربية الأصيلة، للغناء الشرقي أو حتى العزف الشرقي الأصيل. يعني بنحاول نحافظ على هاي المدارس العظيمة اللي مرقت بضمن التلوث السمعي اللي عم نمرق فيه بهاي الفترة. محافظة السويدة محافظة غنية بالمواهب. أنت لما تمشي بالشارع الآن بتشوف شاب أو بنت حاطة الآلة الموسيقية عقبته يا رايح الدرس أو جاي من الدرس، وهذه ظاهرة حضارية بالنسبة للسويدة. بتعرف يعني الأصوات الجميلة اللي طلعت من السويدة أصوات علمت وصار إلها أصالة شرقية بالغناء، وكل صوت طلع صار إله مدرسي بالغناء الشرقي. يسعى القائمون على هذه النشاطات لإعادة إحياء الموسيقى العربية الأصيلة والفن الملتزم وتفعيل المدارس الموسيقية العربية من جديد. من السويدة للإخبارية السورية شام حمدان. ومن السويدة خلينا نروح إلى القامشلي، حيث افتتح معرضا للرسوم الأطفال في مدرسة سيف الدين حسين، وضم المعرض رسومات متنوعة عبرت عن حب الوطن. تفاصيل متابعة بالتقرير التالي. Thank you.
التجارة الإلكترونية الاجتماعية هي تطور بيشمل كل وسائل التواصل الاجتماعي بعصرنا الحالي. مع التجارة الإلكترونية بيرجع على بالك كثير من عدد المستهلكين اللي بيبحثوا عن عمليات شراء عبر الإنترنت وخاصة عبر الشبكات الاجتماعية. أساس التجارة ميزاتها الأسس الصحيحة، يعني اليوم بتطور التكنولوجيا عم نشوف إلى مو فقط آثار سلبية، في آثار إيجابية لازم نسلط الضوء عليها. معنا المهندس طارق السعطي أخصائي معلوماتية لنحكي أكثر عن هيدا الموضوع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ طارق. يعني بالبداية نحن دائما بنقول السوشيال ميديا، الإنترنت، الأبليكيشن، الموبايلات الحديثة هي سلاح ذو حدين، ولكن نحن كيف فينا نستثمرها لحتى نطلع مصاري، لحتى نمتهن مهنة تجارية عبر إنه تجارة إلكترونية؟ أنا رح أبلش بالبداية بشوي فوت بتعريف التجارة الإلكترونية وأنواعها، وبعدين بننتقل لحتى نحكي عن التجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هلا كتجارة إلكترونية هي بلشت من التسعينيات مع بدء ظهور الإنترنت. بالتعريف هي عملية بيع وشراء المنتجات، الخدمات، المعلومات عبر شبكة الإنترنت. ممكن تكون شبكة داخلية أو شبكة خارجية، بنسميها إنترنت أو إنترنت. طبعاً إلى عدة تصنيفات. من تصنيفات التجارة الإلكترونية إذا حكينا فيها هي التصنيف الأول بنسميه بزنس تو بزنس، يعني من الشركات للشركات. يعني ممكن تتم عملية التجارة الإلكترونية من شركة لشركة أخرى، إن كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر قنوات خاصة فيهم. فهذا النوع الأول من التجارة الإلكترونية. التصنيف الثاني بنسميه البزنس تو كونسيومر. هذا النوع من التصنيفات هو الأشهر، واللي هو بيكون من الشركات للمستهلكين مباشرة. عبر ظهور وسائل التواصل الاجتماعي كانت تكون في منصات إلكترونية للبيع المباشر من الشركات للزبائن. يعني يفوت الزبون على البورتال تبع الشركة، على الموقع الإلكتروني للشركة، بفوت بيكون عنده سلة مشتريات، بيتصفح المنتجات، بيكون عندهم إي كتالوج، وبنقي المنتجات اللي بده إياها. ممكن عملية الدفع تكون عملية دفع إلكترونية. التصنيف الثالث اللي بنسميه البزنس تو بزنس تو كونسيومر، يعني من الشركة، مثلا شركة لوكيل للمستهلك. والتصنيف الرابع هو الكونسيومر تو كونسيومر. هلا التصنيفين الاكثر شيوعا بشبكات التواصل الاجتماعي هن البزنس تو كونسيومر، يعني من الشركه للمستهلك، او من المستهلك للمستهلك، او من الكونسيومر تو كونسيومر. يعني بشبكات التواصل الاجتماعي نحن بنستهدف بشكل اساسي المستهلكين. مع ظهور شبكات التواصل الاجتماعي صارت الشركات وحتى الاشخاص والافراد يستغلوا خلينا نقول الإقبال الشديد على شبكات التواصل الاجتماعي، يستغلوا مثلا المجموعات اللي ممكن إنشائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الجروبس مثل فيسبوك مثلا، الصفحات، لحتى يسوقوا منتجاتهم. يعني عملية تسويق المنتجات ممكن تكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي شركة عندها منتجات ممكن تسوق. التسويق بمعنى أنه هي ما بتبيع على شبكات التواصل الاجتماعي، وإنما هي بتحط إعلاناتها بحيث انه الزبون مثلا اذا عجبه منتج معين يفوت على البورتال تبع الموقع الالكتروني وتتم عمليه الشراء مباشره. هذا النوع من التجاره الالكترونيه، او بنسميه التسويق الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تطور الموضوع وصاروا يبيعوا مباشره على منصات التواصل الاجتماعي. يعني في منصات مثل انستغرام بتامن عمليه عرض المنتجات وبيعها بشكل مباشر للمستهلك. واكثر من هيك انه حتى صاروا المستهلكين بين بعضهم البعض يبيعوا. يعني انا اليوم كثير بشوف جروبات على الفيسبوك، هي الجروبات بفوت انا بعرض مثلا عندي قطعه بدي بيعها، ممكن تكون مستعملة ممكن تكون جديدة، فبفوت على الجروبات بسوقها. في حدا تاني ممكن انه يفوت يعجبه هذا المنتج او يشتري. فهيك صارت شبكات التواصل الاجتماعي منصة للتجارة الالكترونية بسبب يعني بوجود هالعدد الضخم من المستخدمين لشبكات التواصل. استاذ طارق، يمكن كنا عم نحكي عن تحت الهواء عن التجاره الالكترونيه الاجتماعيه. خلينا قبل ما نحكي عن تفاصيل هي التجاره وسلبياتها وايجابياتها نعرفها اكثر للناس. هلا مثل ما كنت قبل الموجز عم بحكي انه التجاره الالكترونيه وقت وصلنا للشبكات التواصل الاجتماعي صاروا يصنفوها عالميا، يسموها التجاره الاجتماعيه او التجاره الالكترونيه
الاجتماعية اللي هي بتتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هي بيكون فيها عملية البيع بتكون عملية مباشرة على العكس من التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني الشركات ممكن انه تستغل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بس انت بالنهاية بتفوتي بتشتري من الشركة من الموقع الالكتروني تبعها او من البوابة التجارة الالكترونية تبعها. فبالتالي تحول العالم لشبكات التواصل الاجتماعي، عدد المستخدمين اللي كتير كبير بشبكات التواصل الاجتماعي، فينا نقول على فيسبوك مثلا 3.7 مليار مستخدم ويوميا آلاف الأشخاص اللي عم يفوتوا على شبكات التواصل. هون ظهرت المجموعات على الفيسبوك. هاي المجموعات هي بيكون فيها أشخاص ممكن يفوتوا يكون عندهم سلعة، يكون عندهم منتج. عم نشوفها كتير بسوريا مثلا بمجموعات تبعات العقارية بيع العقارات. صار في تخصصات أكتر، صار في مجموعات مثلا للمستعمل، كنا عم بحكي شوي عنها بالبلد. طبعا هذا نوع من أنواع التجارة الاجتماعية. النوع الثاني ممكن تكون شركة ضخمة مثل الشركات الكبيرة، مثل شركات حكومية، حتى تصير تقدم خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذيك بيكون لها صفحاتها، بيكون لها منصاتها، بتكون معروفة وموثوقة. بس المشكلة بالجروبات اللي هي أحيانا عم تكون منا معروفة. أي شخص بيفوت أنا بيقول أنا عندي منتج بدي بيعه، هي بتندرج تحت الكونسيومر تو كونسيومر، وهي حقيقة مربكة كتير للعالم، خاصة انه ممكن يفوت الشخص بده يشتري يلاقي الطرف الثاني مثلا ما في مصداقية، ما في ثقة كتير كبيرة بهذا الموضوع. فهون ظهر مفهوم التجارة الاجتماعية وتطور، واليوم صار اغلب الشركات واغلب الاشخاص يتجهوا للتجارة الاجتماعية ويبيعوا منتجاتهم عبر الفيسبوك. تمام. خلينا نحكي شو هي ابرز الاخطاء الشائعة، وشو هي يمكن ابرز النقاط يلي هي بتكون ضعيفة وما بتنجح التجارة الالكترونية فيها. خلينا نركز على المصداقية بعرض اي شيء. هلا النقطة الاولى اللي بدي احكيها انه التجارة الاجتماعية أو التجارة الإلكترونية هي يفترض تكون فرع من تجارة هي قائمة. يعني ما أي شخص يقول أنا يلا عندي هالقطعة بدي فوت بيعها على الإنترنت، إلا إذا كان يعني بحالات نادرة. بس أنا التجارة الاجتماعية لحتى تنجح يفترض تكون عندي تجارة ناجحة. يعني ممكن يكون أنا عندي مثلا بشتغل بمجال الألبسة، بشتغل بمجال العطورات، بشتغل بمجالات مختلفة. أنا عندي بزنس قائم، هذا البزنس بحاول اني وجهه باتجاه التجارة الاجتماعية للمبيعات، تزداد المبيعات تزداد الربح. فبالتالي اول عنصر انه الناجح انا برأيي الشخصي هو يكون في بزنس الشخص او الشركة هي عم تقوم فيه وتحوله لتجارة اجتماعية بحيث انه تزيد الفائدة. النقطة الثانية وبظن انه هي عامل من عوامل النجاح، المصداقية. اليوم بالشبكات التواصل الاجتماعي ما في شيء مخبى، يعني بتلاقي إذا حدا انتصب عليه خلال ساعة كل العالم خبرت إنه هذا نصاب. فبالتالي المصداقية، لأنه نحن قدام مجتمع ضخم جدا، فالمصداقية كتير مهمة بهذا. بس قديش فيني أحمي يعني؟ يمكن مثل ما قلت في شركات بتخاف على اسمها، لهيك في عندها مصداقية عالية. بس مثل ما قلنا يمكن صار في شيء عشوائي اليوم بالتجارة الإلكترونية الاجتماعية. أي حدا يمكن حابب يعمل بزنس خاص فيه يفوت بهيدا المجال، بس قديش في يحمي المستهلك؟ مثلا أنا عم نشوف كثير مشاكل على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه بتواصل باخذ قطعة معينة وبيكون دفع حقها، تلاقيها مو مثل ما شافها أو فيها مشاكل بده يرجع ما فيها يرجع. هون يمكن العشوائية الحقيقة. يمكن يعني أول شغلة ما نحاول نشتري من أسماء وهمية. يعني على الفيسبوك على المجموعات بتلاقي في حدا فايت باسم وهمي وعم يبيع. طب هذا أنا لا بعرف رقم تليفونه ولا بعرف. بس أحيانا بتلاقيهم بجروبات أساسية للبزنس أسماء، فالواحد بيضيع يعني. تماما. هلا هو يعني ممكن يكون المعروض للبيع من شخص حاطه بجروب او من الجروب هو بحد ذاته. هلا احتماليه انه الجروب مثلا، خاصه اذا كان عدد المتابعين او عدد الاعضاء اللي موجودين فيه كبير، هذا بيعطي نوع من المصداقيه. اما اذا كان جروب مثلا عدد الاشخاص فيه قليل، فهذا يعني بيخفف المصداقيه تبع يعني الشخص اللي نحن عم نشتري منه او المجموعه او الصفحه. فبالتالي يعني ما نحاول نشتري من أسماء وهمية، نحاول نسأل. يعني دائما أنا
يعني بحاول على الفيسبوك قبل ما اشتري من هذا الشخص شو رايكم بهذا الشخص او شو رايكم بهذا المنتج. العالم عم تعطي فيدباك كثير قوي وعم تعطي تقييم كثير قوي. هلا في منصات في منصات خارج شبكات التواصل الاجتماعي مثلا متاجر الكترونيه بتعطيك تقييم هذا المتجر، يعني هذا المتجر مثلا تقييمه 4.5 من 5، هذا المتجر تقييمه 4 من 5، هذا المتجر تقييمه 4، هذا المتجر تقييمه 3 من 5، هي خارج تواصل شبكات التواصل الاجتماعي. بس نحن داخل شبكات التواصل الاجتماعي عندنا طريقه كثير قويه لنشوف اراء المستهلكين، الناس اللي اشتروا من هذا الشخص. يعني بحاول انه انا مثلا قبل ما اشتري منه شوف راي العالم، هل هذا الزلمه موثوق او لا، اتفق معه على طريقه الدفع. يعني نحن بغياب شوي الدفع الالكتروني، مع انه في بدايات بالشركه السوريه للمدفوعات اللي هلا بلشت تطلع على الواجهه يعني تستلم هذا الموضوع، بس لساتنا ببدايات عمليات الدفع الالكتروني. فبالتالي بدنا نلجا لاتجاهات انه مثلا انا التسليم عند الاستلام. يعني في كثير شركات تحويل لا تدفع تمام، ومع ذلك بتصير عمليات نصب. من عمليات النصب اللي ذكروا لي اياها احد المتابعين انه هو تاكد انه الطرد وصل لشركه الشحن ورقم الطرد كامل طلع فاضي، ام اخر شيء طلع فاضي. فيعني للأسف إنه إذا ما في أخلاق يعني التجارة أهم شيء فيها بظن الأخلاق، إذا ما في أخلاق ما في تجارة. طبيعة الشعب العربي يمكن والسوري خصوصا طيب، يعني ما بيتوقع إنه ممكن هيدا الشخص يغش عليه، فبتلاقي بيتواصل معه وبيشتري وبتفاجأ بهي، خاصة إذا كان السعر مقبول لأنه هلأ الوضع شوي هيك مكركب. صحيح. حتى ثقافة المجتمع، يعني نحن عندنا ثقافة المجتمع الشخص اللي بيحب يشتري بيحب إنه ينزل يشوف القطعة بإيده. هذا الشيء شوي بخفف يمكن جوا سوريا كتجارة اجتماعية عن باقي الدول. باقي الدول ممكن يكون خلص في مصداقية، في يعني في ثقة، في ثقافة مجتمع. نحن ثقافتنا إذا ما نزلت وفتلت 20 محل ودورت على القطعة رحت وجيت ورحت وجيت ما بينسى الحال. فهي يعني كمان هي كمان بتأثر على التجارة الإلكترونية. فمشان هيك بصير الخدمات اللي ممكن تنباع تكون الخدمات المعروفة. تكون الخدمات الاشياء، يعني انا مثلا بشتري من محل عطور بدل ما انزل لعنده بشتريه بقول له ابعث لي اياها. صحيح. مثلا وجبات الاكل هدول الاشياء، فممكن انه تصير الاشياء المعروفه هي الاشهر بالمبيعات. تمام، نحن بدنا نشكرك كثير، واكيد يمكن بنتمنى انه التجاره الالكترونيه هي تصير من احد المهن يلي بتساعد الناس لادخال مدخول ممكن لحتى يعيشوا صح. نشكرك كثير ويعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا فيك مهندس المعلوماتيه طارق الساطع، نشكرك على وجودك معنا. شكرا كثير لك. مع عالم السوشيال ميديا والتكنولوجيا ليا بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام. نتمنى لكم بقية نهار ممتع. دائما بنذكر بأخذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، لأنه المرض ما انتهى في موجة ثانية. لهيك حمي حالك وحمي عائلتك. ولهون بتكون رحلتنا خلصت. يعطيك العافية نور، نهارك سعيد، وأنا بدي أتمنى الصحة والخير وكل الحب لكل العالم. باي 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 باي.